وإلى ملف الضفة، حيث ما زالت مدنها وبلداتها ساحة مفتوحة لاعتداءات صهيونية ممنهجة أسفرت اليوم السبت عن استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين. وأفادت مصادرنا هناك عن استشهاد فلسطيني بانفجار عرضي لعبوة ناسفة في مخيم بلاطة شرقي نابلس، والتي كانت أيضا مسرحا للاقتحام من قبل قوات الاحتلال. وفي حادثة مماثلة استشهد شاب في 25 من عمره متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في دورة في الخليل، كما أصيب فلسطيني آخر خلال اقتحام الاحتلال قرية شمال رام الله بالضفة الغربية ضمن حملة اقتحامات ومداهمات شنتها القوات الإسرائيلية شملت مدينة الخليل جنوبا وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية ومدينة سلفيت شمال الضفة وبلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم، إضافة إلى مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر. في السياق، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن إحدى مجموعاتها استهدفت تمركز قوة مشاة على محيط مستوطنة دوتان بوابل كثيف من الرصاص وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وتفجير عبوة شديدة للانفجار مضادة للأفراد في سيارة كانوا يستقلونها. أنا كنت نايم حوالين الساعة 2 في الليل، ما لديت إلا اجتياح كامل للدار لكل الطوابق عندي. فيش بعد ما اجتاحونا نص ساعة بلش تكثيف في كل الدار. بعدها كمان بنص ساعة، يعني نقول ساعة من ما اجتاحونا، سمعت إطلاق النار، أو قبل ممكن نص ساعة سمعت إطلاق نار، فبعديها بشوي وتفجير في الشقة تبعت ابني. هالحين أخذونا كلنا، حطونا على كورنا، داروا وجوهنا على الكنب، ممنوع واحد يلتفت له، وأخذوا ابن إلي كمان واحد اسمه صهيب. حين يتمنوا بعد إطلاق النار أجل هو بيقول لي ابنك استشهد وسوش ولا حركة، ولا بخلي كل أولادك الحين عندك كوم واحد، يعني بكتلهم. إذن وحول آخر التطورات في الضفة الغربية انضم معنا مراسل يمن شباب في الضفة الغربية محمد سمرين. مرحبا بك محمد. إذن ما زال الكيان الصهيوني المحتل يكثف من اعتداءاته وانتهاكاته على أبناء الضفة، المزيد من الاعتقالات وكذلك الاقتحامات لمنازل أبناء الضفة. لو تحدثنا محمد عن آخر المستجدات حول هذه الانتهاكات وكذلك الاقتحامات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية. نعم، تحية لكم جميعا. والمزيد من الشهداء حقيقة في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال، نتحدث عن ارتقاء 3 شهداء اليوم برصاص قوات الاحتلال وخلال تصدي المقاومين لاقتحامات قوات الاحتلال. وأبدأ من جنوب الضفة الغربية وبالتحديد من مدينة دورة في محافظة الخليل، حيث اقتحمت قوات كبيرة فجر هذا اليوم المدينة ودهمت عددا من المنازل. تركزت في منازل لعائلة عمر، حيث دخلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال إلى أحد المنازل وقامت بالاعتداء على الشبان داخل هذا المنزل، ثم أطلقت النار تجاه الشاب ساري عمر ويعني أعدمته داخل المنزل واعتقلت شقيقه صهيب. لاحقا تم تبليغ وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب يعني عمر. الشاب يتهمه الاحتلال بتنفيذ عمليتي إطلاق نار قبل 3 أيام تجاه قوات من جيش الاحتلال في منطقة الخليل. أيضا في مخيم بلاطة بمدينة نابلس كان هناك انفجار عرضي بأحد المقاومين ما أدى إلى استشهاده، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر هذا اليوم في مدينة نابلس. في مخيم الفارعة أيضا في محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام يوم أمس إلى 7 شهداء بعد أن استشهد أحد الشبان اليوم متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها يوم أمس. في الأحداث الميدانية أيضا وفي القدس المحتلة تحديدا، اليوم كان هناك اقتحام كبير من طواقم بلدية الاحتلال لبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وتم إخطار 30 منزلا بالهدم خلال الأيام القادمة بحجة أن هذه الأرض تابعة لحكومة الاحتلال. لكن هذه المنازل هي منازل قديمة جدا، وهي الفلسطينيين مقدسيين يعيشون في هذه المنازل منذ عشرات السنين. أيضا في محافظة أريحة في الأغوار الفلسطينية اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عقبة جبر وعين السلطان
وتم اعتقال احد الشبان. في المجمل يعني عدد الاعتقالات هذه الليله منخفض جدا، وهذا ما اعتدنا عليه. عندما تكون ليله السبت يكون هناك عدد قليل من الاعتقالات، حيث لم يتجاوز عدد المعتقلين 10 معتقلين من مختلف مناطق الضفه الغربيه، لكن الاقتحامات كما قلت مستمره، وكان هناك اقتحام ايضا لمدينه رام الله وهو الاقتحام الثالث خلال 3 ايام، حيث تم اعتقال شابين من حي رام الله القديمه وعين ام الشرايط، ايضا اصيب شاب برصاص الاحتلال خلال هذا الاقتحام. نعم محمد، أنت ذكرت في سياق حديثك أن هناك تصدي للمقاومين على اعتداءات الاحتلال وكذلك الانتهاكات التي يقومون بها واختطافات لأبناء الضفة، وتحدثنا عن تفاصيل أكثر حول عمل المقاومين هناك وما الذي يقومون به خلال الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال. نعم، حقيقة عمليات المقاومة في الضفة الغربية تنقسم إلى قسمين، يعني إحداها دفاعي والآخر هجومي إنجاز التعبير. بالأمس كان هناك هجوم من قبل المقاومين تجاه حاجز دوتان المقام على أراضي بلدة يعبد غرب مدينة جنين. بحسب المصادر العبرية هذا الهجوم أسفر عن إصابة إسرائيلي على الأقل، وقد شهدت سيارة إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء وهي تنقل هذه الإصابة. أيضا كان هناك يعني مقاومة دفاعية وتتمثل في المقاومين الذين يتواجدون داخل المخيمات الفلسطينية وبالتحديد في مناطق شمال الضفة الغربية، كما حدث في مخيم بلاطة للاجئين، وأيضا كما حدث في مدينة رام الله في اليومين الماضيين. اعتقالات هذه الليلة في مدينة رام الله، يقول الاحتلال إن من تم اعتقالهم هم من نفذوا عملية إطلاق النار في يومين متتاليين تجاه قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله. الاحتلال يركز كل جهوده لإنهاء حالات المقاومة في مختلف مناطق الضفة الغربية، لكن الملاحظ والمؤكد والذي نكرره دائما أن الاحتلال يفشل في كل محاولاته. صحيح أنه يعتقل في كثير من الأحيان مقاومين، لكن عمليات المقاومة مستمرة، وكلما يتم اعتقال المقاومين يعني تظهر مناطق جديدة في المقاومة في مختلف مناطق الضفة الغربية. منطقة الخليل وجنوب الضفة الغربية بشكل عام كانت هادئة نسبيا منذ بداية الحرب، لكن خلال الأسبوعين الأخيرين شهدنا عدة عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في مناطق الخليل، أيضا مناطق وسط الضفة الغربية، مناطق القدس ورام الله كذلك الأمر كانت هادئة نسبيا، لكن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية شهدنا اشتباكات مسلحة في مخيم قلنديا في محيط القدس، وأيضا اشتباكات مسلحة وسط مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية. إذن يبدو أن كل محاولات الاحتلال لإنهاء حالات المقاومة في الضفة الغربية باءت بالفشل وستبوء بالفشل في المستقبل، خصوصا مع إصرار الشبان هنا في مناطق الضفة الغربية على التصدي لقوات الاحتلال بمختلف الوسائل والأدوات التي يتمكنون من امتلاكها. نتحدث عن اشتباكات مسلحة، في حال لم يكن هناك اشتباكات مسلحة يكون هناك عبوات محلية الصنع أو ما تعرف بالأكواع والتي يعني يصنعها المقاومون هنا محليا داخل المخيمات الفلسطينية، ويستهدفون بها آليات الاحتلال لدى اقتحامها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. كذلك نتحدث عن إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة. في كل الأحوال هناك حالة مقاومة أينما وجد الاحتلال وأينما اقتحم الاحتلال في مناطق الضفة الغربية. نعم محمد، وأنت متواجد هناك يعني في الضفة، يعني خلال تواجدك يعني هل رأيت مثلا توسع في تواجد المقاومة؟ هناك مقاومة أكثر، هناك كذلك ازدياد في عدد المقاومين لمواجهة جيش الاحتلال وانتهاكاته؟ بالفعل يعني رقعة المقاومة أستطيع أن أقول أن كل مناطق الضفة الغربية بات هناك مظاهر للمقاومة. نتحدث هنا يعني على المقاومة المسلحة، أما موضوع التصدي بالحجارة فهذا أمر طبيعي، يعني هو تحصيل حاصل في مختلف مناطق الضفة الغربية وعلى مر الأزمان، لكن موضوع المقاومة المسلحة باتت تشهده كل مناطق الضفة الغربية دون استثناء، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. كل محافظات الضفة الغربية بتنا نسمع عن اشتباكات مسلحة عند أي اقتحام من قبل قوات الاحتلال لهذه المناطق. نعم، إذن المراسل يمن الشباب في الضفة الغربية محمد سمرين كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
Thank you.